السلام عليكم وتحياتي لجميع متتبعي قناة أراضي الخير. عن جمال الوسيط العقاري، بيع وشراء الأراضي الفلاحية، فيرمات، شقق، بقع أرضية، جهة فاس، مكناس، صفرو، إيموزار، الحاجب، إفران، مرحبا بكم. في هذا العرض هذا كنقدم لكم عرض جديد نواحي مدينة فاس، 3 هكتار. المدخل الرئيسي ديالها هو هذا كما كتشوفوا، داير بالصور وداير بالسياج. في المدخل ديالها كنلقاو هذه صالحة للدجاج، زريبة ديال الكسيبة بالنسبة للمربي الأغنام والماعز والأبقار. الدخلة هي هادي لسباس فين كيخرجوا يتفاجأوا الغنم، هو هذا الكوارة هما هادو اللي قبلتكم، والسكنة هي اللي بالحمر مغروسة بالزيتون، فيها البير، موقع استراتيجي الأمن والأمان. الله يبارك. بالنسبة لهاد المزرعة هادي، مزرعة كما كتشوفوها الله يبارك، بالزيتون بالكوارة بالدار، مبعيدة على فاس بزاف، 28 كيلومتر، 27 من القدرة اللي عندها ما كيناش 1-2 كيلومتر طريق كتدخل شتاء وصيف. عندها 2 ديال الدخلات مجهزة بالبير، مجهزة بالكوتاكوت، مجهزة بكوت كل شيء. وبالنسبة للبير هنا الماء الحمد لله موجود، البير اللي فيها ما فيهش حتى 15 متر و20. بالنسبة للتربة، تربة فلاح هي اللي فيها، هانتوما غتشوفوا التربة الداخل فين مزروع هاد الفول هذا، وكاين بعض الخضروات والزيتون كما كتشوفوا دايره بالسياج كامله. الله يبارك. حنا كنجيبو لكم الفيرمات اللي هي جاهزه، كاين كذلك اراضي خاويه. حنا كنخدمو مع الناس المعقولين واللي شاريين واللي باغي يستثمر في المجال الفلاحي، يعني كنجيبو لك الارض فين ترتاح وفين تلقى راحتك وفين تستثمر وفين تحط فلوسك وتعرف فين حطيتيهم، ماشي الخلا والقفار ولا بعض الوسطاء اللي غير حليقية والهضرة والخوى الخاوي، داكشي ما عندناش. يعني باغي تستثمر في الفلاحة مرحبا بك، باغي ارض مزيانة مرحبا بك. كنت كتقلب على الرخاء وعلى الاراضي اللي ما كيشريها حتى شي واحد، اللي مهمولة واصحاب المنطقة كيكونوا عارفينها ما صالحة حتى لشي حاجة، السكنة هي هادي اللهم بارك. تحياتي لجميع المتتبعين قناة اراضي الخير، وديما في الفيديو ديالنا كنقدمو نصيحة عامة بالنسبة خارج المجال الحضاري. الا ما كانش عندك هكتار راك ميمكنلكش يعطيوك الرخصة ديال البني ولا ديال البير ولا بدا بزاف د الحويجات في حالة وحدة، الا كان داك القطع هاد الارض وسط الدوار ولا جناب شي دوار. السلام عليكم. يعني كيكون واحد المجمع سكني تكون قريب ليه بزاف، قريب للضوء، قريب للماء. لا راني خدام، راني بعيد شي شويه. في ديك الحاله يمكن لك تشري ولو واحد 5000 6000 متر، 3000 يلاه. المهم غير تسالي سوني علينا ونشوفوا الساعات فين نطلق، غير ولكن كانت بعيده شويه على الدوار وعلى على الناس اللي كاينين، راه خصك اوموا 1 هكتار عادي يمكن لك تستمر ولا تبني الدويره ديالك ولا دير بزاف د الحويجات ولا الرخصه ديال البير ولا بزاف د الحاجه. هذه فيرما متكامله
يعني البني فيها، السكن فيها، كل شيء قريب لها، صالحة. هاي السكنة كتشوفوها، كل شيء قريب لها. بس غير كده، لا لا.